اول ما جاء قبل عرف الرسول القران اعطيني الدليل هو بهذا الحديث وين وين هذا الحديث وين ابويا وابويك في النار الرسول خالف ابويا وابويك في النار اي ايه واي ايه خالف ما كنا معذبين حتى ما كنا معذبين حتى ما معناه شنو ما معناه ما معنى هذه الايه يعني القوم ما معنى هذه الايه هاي معناها القوم اللي ماتوا قبل البعثه وين قال الرسول الله ما بعث لابيه رسولا وين قال عندك دليل عندك دليل عندك دليل انت جاي تفهمني عندك واحد مات ابو الرسول مسلم واحد كان ابو الرسول مسلم 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 حنفي اي مسلم حنفي وكان يعبد الاوثان لا ما يعبد الاوثان ما يعبد الاوثان لا ما يعبد الاوثان هاي عندك عند ابن تيميه والرسول قال عندك عند في صحيح مسلم اقعد اقعد بابا اقعد اقعد نزه الرسول نزه الرسول هو قال ابي وابوك في النار هذا نبي الامه هذا نبي الامه انا اساله انك عندك بابا انت لي الان تفتر وتخطئ النبي تفتر وتكفر ابوي اقول له ايه قرانيه ما نعذب بقوم حتى نبعث رسوله تجيب لي حديث انت معلم الرسول باطل انت معلم حديث الرسول باطل عندكم حديث باطل وانا حديثك هذا عندكم حديث باطل عندكم يعني حديث تترك باطل القران وتستند على حديث يا زنديق اثنا عشرية معصومين كيف صاروا معصومين تعال كيف صاروا معصومين حديث الكساء حديث الكساء حديث الكساء حديث الكساء شمل أربع خمسة أنفس الرسول وفاطمة علي حسن وحسين فما هو الدليل على الإدخال غيرهم في التطهير فما هو الدليل قالوا اثنا عشرية هم من المعصومين حديث الكساء شمل خمسة أنفس وفاطمة هم قالوا الأئمة هم الاثنا عشرية فاطمة خرجوا من فاطمة وليش فاطمة من حديث الكساء ليش الفاطمة مش من الإمام ليست فاطمة من الأئمة فلماذا فاطمة انت شيعة كلامكم يتناقض حديث الكساء عاي فاطمة من حديث الكساء فلماذا فاطمة ليست من الأئمة فلماذا فاطمة ليست من الأئمة وأنتم تقولون حديث الكساء من الأئمة كلهم من الأئمة لكن فاطمة ليست من الأئمة حسن أولاد حسن ليسوا من الأئمة فلماذا استمرت الإمامة من أولاد الحسين وانقطعت من أولاد حسن أبوهم واحد وأمهم واحد قالوا عائشة كانت عاهرة فكيف عائشة تكون عاهرة مستحيل عشان الله قال إيش يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن إيش تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجر عظيما هنا هذه الآيات تدل إيش يدل إيش هذه الآيات تدل على أن زوجات النبي اختاروا من الله ورسوله وإيش والدار الآخرة ما اختاروا الحياة الدنيا إذا قلنا هم اخترنا إيش الحياة الدنيا وزينتها والرسول كان يطلقهم فهل طلق الرسول زوجاته لا وهذا معناه إيش عائشة ما كانت عاهرة وحفصة ليست عاهرة ليش الرسول الله قال إيش إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية هذه الآية عن زوجات الرسول والرسول نفسه قالوا الله استعمل نون النسوة من بداية وقرنا في بيوتكن لكن إنما يريد ليذهب عنكم الرجس قالوا الله استخدم جمع مذكر وقالوا الله كان يحكي عن أهل الكساء وأهل أهل الكساء كلهم رجال كلهم رجال فاطمة منهم ومع ذلك الله استعمل إيش عنكم الرجس جمع المذكر وهنا في القرآن نجد إذا كان الخبر والخطاب للرجال والنساء يكون الجمع جمع مذكر
والدليل على ذلك إيش؟ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم. الله استقدم جمع مذكر، ومع ذلك الله كان يحكي عن زوجة إبراهيم، وإبراهيم نبي الله نفسه، ومع ذلك استخدم جمع مذكر. إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الله استخدم جمع المذكر. إذا كان الخطاب والذكر الخطاب والخبر للرجال والنساء يكون الجمع جمع مذكر. قالوا على هذه الآية نزلت على عشان على عشان لأجل حديث الكساء. الرسول قرأ إيش؟ إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، حديث الكساء. إذا قلنا هذه الآية نزلت على أهل الكساء، كيف مستحيل الله أنزل هذه الآية من قبل حديث الكساء، قصة حديث الكساء؟ ومع ذلك نجد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقم حديث 27 11 11. الرسول قال إيش؟ جاء إلى بيت فاطمة وعلي، بعدين كان يريد أن يستيقظهم في صلاة التهجد. كان علي جواب إيش؟ أنفسنا بيد الله، إذا بعثنا بعدين الرسول انصرف من علي، من بيت علي، فتوجه. بعدين الرسول قرأ إيش؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كلامهم هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نزلت على لأجل علي، على علي وأبو بكر، على علي، على علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها. ليش؟ نفس الشيء هم قالوا الآية في سورة الأحزاب، إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، نزلت على أهل كساء. ليش؟ عشان الرسول قرأها. ونفس الشيء الرسول قرأ إيش؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهل هذه الآية نزلت على علي؟ مستحيل. الآية كانت منزلة من قبل، مستحيل. الشيء هذا أنا أقول له زوجات الرسول، إذا قلنا عائشة كانت عاهرة، زائل عاهرة، ما كان عاهرة، إذا قلنا كذلك معناه الرسول كان قبيل. الرسول قال إيش؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني. الرسول قال إيش؟ فقد حرم الله، الله إيش قال في القرآن؟ وحرم ذلك على المؤمنين، لأجل عائشة هي من أمهات المؤمنين. الله قال إيش؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من هم المؤمنين؟ الجمع هنا جمع المذكر، معناه إيش؟ الله يقال الخطاب الخبر لمن؟ لمن؟ للرجال والنساء. ومع ذلك الله استخدم إيش؟ جمع المذكر. إذا قلنا الرسول هو أولى المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هم بس للرجال، وين النساء؟ معناه الرسول مش ليس هو أولى المؤمنين المؤمنات؟ النبي أولى بالمؤمنين، الجمع جمع مذكر، الخبر للرجال والنساء. الرسول هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه إيش؟ أمهاتهم. قالوا لي حديث ضعيف، حيث عائشة قالت إيش؟ أنا لست أم نسائكم، أنا أم رجالكم. هذا الحديث ضعيف، هي امرأة اسمها خرقاء أظن، هي ضعيفة مجهولة. وفي حديث قالت عائشة أنا أم نسائكم ورجالكم، وهذا الحديث موقوف. في آية هنا الرسول الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والشيعة تصب عائشة، مستحيل كلامهم، والله هذا ما يؤمنون كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا.
ومن أصدق من الله قيلا ومن أكذب من الشيعة حديثا. لأجل ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت في أهل الهواء أشهد بالزور من الرافضة. الشعار الشيعة كذب، والتقية والنفاق دثارهم. هذا يقولون يكره علي، كان يكره أبو بكر وعمر. ليش علي؟ فلماذا علي بايع مع أبو بكر وعمر وهو معصوم من كل خطأ؟ كلامكم يتناقض. علي كان يحب أبو بكر وعمر، لأجل ذلك بايعهم. زوجة ابنة علي تزوجت عمر بن الخطاب. في كتب الشيعة لما مات علي بن عمر بن الخطاب ذهب علي إلى بيت عمر بن الخطاب، وذهب ابنته معه إلى بيته في كتب الشيعة. هذا بعدين الرواة عند الشيعة الذين يروون الحديث عند الشيعة، أسماءهم عمر ابن حنظلة، موسى ابن عمر، محمد بن فضل ابن عمر، كلهم أسماءهم عمر. لماذا؟ إذا هم يكرهون عمر وأبو بكر فلماذا عندهم أسماء عمر وأبو بكر؟ قالوا كذبوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، قالوا أن عثمان دفن في قبر اليهود، في مقبرة اليهود. كلامهم باطل. خوارج كانت الخوارج كانوا يريدون أن يدفنوا عثمان في مقبرة اليهود، وعلي رفضه. هذا قالوا دفن عثمان بن عفان رضي الله عنه في مقبرة اليهود، وعمر وأبو بكر وين دفنوا في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مستحيل أبو بكر يكون كافر وعمر يكون كافر، ومع ذلك علي يبايع مع شخص غير مؤمن، وكلامهم يتناقض. مستحيل، وهذا مخالف لعصمتي. أقول هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجود ولا لا؟ أنا مسجد خلاص. فيها فالمسجد يا جماعة من بعد الهجرة. أحكي عربي أنا ولا أحكي هندي؟ موجود ولا لا؟ موجود في قبة ولا لا؟ قبة؟ هل تصدق قبة؟ أن عائشة كانت عفيفة؟ يا أخي دروح أنت. هي كانت، هل كانت عفيفة؟ ألف باتات لا تعرفها؟ كانت هي عفيفة؟ نصبا ما عليك عفيفة، على اللي يرضى والما يرضى. لا تحجون على عائشة وتذمونها بكتبكم. انت البخاري والالباني وابن تيميه، عيب هذا الحكي. كنتن تريدن الله ورسوله، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء. بابا ضعيف، انت ضعيف. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن. ولا خاف، شو صاحبك هنا المصيبه لحظة. المصيبه طلع مو بالغار. خلي كم القران، وين انت؟ هذا الحديث اللي شفته انا وياك، هذا ثبت لي. تسمع القران؟ ثبت لي. انا اقرا ايات من القران. انت ببغاك ما تعرف معاني القران. انا اقرا انت ايات بس تقول القرآن. بس تقول كلام. لا انا اسالك اسئله لحظه بس تقول كلام. الله اعطى زوجات. انا علمتك السبع. ايش اعطاهن؟ ما هو التغيير؟ شنو؟ ايش اعطاهم؟ ان كنتن تريدن الله، تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا. وشو الشرط؟ امتعكن واصرحكن صراحا جميلا. صح، الشرط الاول، الخيار الاول. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. الخيار الثاني هم ان يختاروا من الله ورسوله وايش والدار الاخره. وهل اختاروا الحياه الدنيا؟ اذا اختاروا الحياه الدنيا معناه الرسول لازم يطلقهم. وهل طلق الرسول زوجاته عائشه؟ لا ما طلق زوجاته وعائشه كمان منهم. ما طلق. الخيار الثاني ايش معناه؟ اذا لم يطلق الرسول زوجاته ومنهم عائشه، يا ومنهن من عائشه، لم يطلق الرسول عائشه من الانبياء زوجته، اعطى زوجات الرسول الخيارين. صح، من هو اي الخيارين؟ ضرب الله مثل امراه لطفهم. انت جوب
الله أعطى الخيارين صح؟ ضرب الله لك مثل امرأة نوح وامرأة لوط، إما أن يخترنا بالقرآن الحياة الدنيا وزينتها. ليش ضرب لك المثل هذا؟ الحياة الدنيا وزينتها معناه الرسول لازم يطلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن تأتي بفاحشة منكم فتعالينا أمتعكن وأطلق الرسول. ما قلت لك ماكو نبي طلق، وأطلق الرسول زوجاته، طلق حفصة ورجعها، ولا وهل طلق وهل طلق وهل مات الرسول؟ لا تشلب عيفك وروح، انت جوي. وهل مات الرسول وهل مات الرسول وهو طلق حفصة؟ جاوبني. اجاوبك، ما طلقها ورجعها. وهل مات الرسول وهي طالقه؟ لا ما طلقها. الحمد لله. ليش؟ شنو هو؟ ليش؟ فهمني فهمني. الله قال ايش؟ الطيبون للطيبات والخبيثين للخبيثات. شنو يعني الرسول خبيث؟ شنو يعني الطيبون؟ الرسول خبيث؟ شو الخبيث؟ اذا قلت لي عائشه وحفصه شنو معناتها؟ وحفصه كانوا غير كويسين. ترجم لي ترجم لي بابا. معناه الرسول كان خبيث. يلا يلا. الخبيثات والخبيثين. اللي فات الزاني ولا ما لا ينكح الا زانيه. ايش دخل هاي الموضوع؟ ايش؟ الرسول عائشة كانت زانية صح؟ استغفر الله. انت عند الشيعة، انت الشيعة الرافضة. يلا طلعها. قالوا كذاب انت كذاب. اذا انت ابن امك وابوك جيب لي هذا الكتاب اللي يقول زانية. طلعها. ايه رافضة هنا. اذا انت قالوا ابن امك دورت صار لي عشرات السنين مستحيل. عائشة هي انسان انت كذاب. انت كذاب. كذاب. محترمة. كذاب. اما في كتبك تقولون ما لم يقله الشيعة. ليش قال الله؟ لماذا قال؟ كذاب. إذا اخترنا الزوجات الرسول الحياة الدنيا معناه الرسول لازم يطلقهم، وأطلق الرسول؟ لا، مات الرسول. إيه؟ مات الرسول وهم حرب حرب حرب. لا شيعة. إذا قلنا عائشة خلاص خلاص، لا عائشة ولا فاطمة خلاص. لا لحظة، فكنا احنا الناس تتضارب على الكلام. لحظة 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 لحظة. والله الامور طيبة. ايش حصل هذا؟ ابو كرام هذا يفتري يصيح عشان ايش كمان؟ انتصرت عليهم من بعد. لحظة. Stop this stop. Fight this fight. Just stop. Stop this one.